في محاضرة النهاردة هنتعلم ازاي ندخل الاكتيفيتي كوست لكل نشاط عندي في المشروع على حسب البي او كيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج برامافيرا بي 6. المحاضرة اللي فاتت عرفنا ازاي نكريت الريسورس ونعمل لها assigning على الاكتيفيتيز عندنا في المشروع، وعرفنا يعني ايه البادجت يونتس والديفولت يونتس على التايم والبادجت يونتس على التايم والماكسيمم يونتس على التايم، وعرفنا ايه الفرق بينهم وازاي نكون عارفين البرنامج بيحسب عندي المان باور ازاي. تمام، النهارده هندخل بقى الكوست بتاع المشروع كله على البريمافيرا. الكوست هنا هو الكوست الخاص بالبي او كيو، تمام، عشان اعرف عندي الفوليوم بتاع كل اكتيفيتي بيساوي كام من حجم المشروع، واعرف اعمل بعد كده ابديت. لما اعمل ابديت بعد كده اعرف اقيس البروجرس بتاع المشروع واعرف انا نفذت قد ايه كايرنت فاليو وكبيرسنت كومبليت. تمام، لو تفتكر كنا بصينا هنا، ده البي او كيو اللي كنا شغالين عليه في اول المشروع. لو تفتكر معانا هنا كان عندي اليونت سوري الكوانتيتي بتاع كل اكتيفيتي و البرايس بتاعه، تمام، كان بالريال السعودي. حلو الكلام. طب ده انا دلوقتي هدخل الانشطه دي كلها او هدخل التكاليف دي كلها على البرنامج نشاط نشاط. حضرتك هتدخل كل التكاليف دي نشاط نشاط، بس هنعرف ازاي ندخلها على الانشطه حسب ما احنا دخلناها على البريمافيرا في بدايه المشروع. لو ترجع لمحاضره الاكتيفيتي ليست هتعرف احنا الطريقه اللي كنا دخلنا بيها الانشطه، تمام، بناء على الطريقة اللي اتبعناها هناك هندخل التكاليف الخاصة بالأنشطة دي. ماشي، كان في أنشطة عملنا لها بريك داون، في أنشطة ما عملناهاش بريك داون ودخلناها يعني هنا مثلا الأيتم عندي هنا مثلا الأيتم الإيرث وورك أو الحفر دخلناه كأيتم واحد ما قسمناهوش مثلا، كذلك أيتم الخرسانة العادية البلين كونكريت برضو دخلناها كأكتيفيتي واحد، تمام، ما عملناهاش بقى نجارة وحدادة والكلام ده. ماشي، فأخي يعني بدون مقدمات كتير خلينا نخش في الموضوع على طول ونبدأ نعمل assigning للكوستس دي على الاكتيفيتيز مباشرة. ماشي، نفتح البروموفير هنا. المشروع بتاعك وانت واقف عليه من بره، هنت كده على السريع، لو انت عايز تغير تاريخ البداية بتاع المشروع ده، يعني زي مثلا انت المشروع عندك تاريخ بدايته اتغيرت وانت لسه بدأتش في المشروع اصلا، هتعمل ايه؟ بكل سهولة جدا هتيجي هنا هتقف على الديتس. مثلا احنا كان بداية مشروع عندنا 1 أكتوبر 2023، زي مثلا هيبدأ 1 نوفمبر، هتكتب 1 نوفمبر عادي جدا. ماشي، وتدوس انتر، هتلاقي الداتا ديت تتغير معاك. لو الداتا ديت ما تغيرش معاك خده كوبي واعمله هنا بيست. حلو الكلام. ماشي، او ممكن تختار من هنا التاريخ اللي انت عايزه. تمام، فانا عندي هفتح المشروع بتاعي. اوكي، هتلاقي عندك هنا تاريخ البداية لسه زي ما هو 1 أكتوبر. هتعمل ايه بقى عشان التاريخ الجديد يسمع معاك؟ هتعمل سكادول او رن F9. ماشي، تلاقي التاريخ الجديد ظهر معاك. هنا بيقول لك all projects use their own data date، ما عنديش مشكلة، او ممكن اختار الاوبشن ده او نفس الاوبشن ده، مش هيفرق معايا كتير في المشروع بتاع اللي انا شغال عليه. هتعمل رن، هتلاقي التاريخ اتغير معاك من 1 أكتوبر ل 1 نوفمبر، بالتالي تاريخ النهاية اتغير معاك عن التاريخ القديم. حلو الكلام. طيب دلوقتي في المحاضرة اللي فاتت احنا كنا دخلنا هنا تكاليف خاصة بالمان باور. التكاليف دي احنا كنا دخلناها يعني على سبيل المثال كده عشان نعرف لو حبينا احنا نحسب تكاليف المان باور كام، فكنا دخلنا تكاليف هنا. طيب انا عايز اشيل التكاليف دي، انا عايز دلوقتي اشيل التكاليف اللي انا دخلتها على تكلفة عمالة ومعدات عشان ادخل الكوست بتاع المشروع عندي. هشيلها ازاي؟ ممكن في عندك اكتر من طريقة. اول طريقة انك تقف هنا على الاكتيفيتي نفسه، تمام، هتلاقيه واخد ريسورس هنا، والريسورس ده التكلفه بتاعته بزيرو، الاكسكافيشن ما كناش دخلنا التكلفه بتاعته. طب هنا مثلا عندك البلان كونكريت، هتلاقيه هنا واخد تكلفه ال 600 ريال. انا عايز اشيل التكلفه دي، يا اما اصفر هنا البادجت يونتس دي عندي خليها بزيرو مثلا، تمام، هتلاقيها اتصفرت معاك، تمام، نرجعها تاني. او ممكن تشيل الريسورس نفسه خالص، تعمل له ريموف من على الاكتيفيتي هنا، تمام، ساعتها مش هيبقى عندك بيقول لك ان الاكتيفيتي ده ما بقاش فيه عليه ريسورسز خالص، هتقول له اوكي، تمام. او اخر طريقه عندك انك تيجي هنا على الريسورس الاساينمنت من هنا،
الايكون بتاعت الريسورس اساينمنت، هتلاقي عندك الانشطه اللي واخده اساينمنت، ريسورس اساينمنت، ممكن تعلم عليهم كلهم، ماشي، كنترول ايه مثلا، و تعمل لهم ديليت. حلو الكلام. يبقى كده عندك مشروعك مبقاش فيه الاكتيفيتيز عندك مبقاش فيه عليها ريسورسز خالص، كلهم اتصفروا، حتى مبقاش عليهم مان باور. تمام. انت لو كنت عايز تسيب المان باور عشان يعني تطلع اعداد منها، ممكن كنت تسيبها، او ممكن احنا نبقى نعمل لها تاني محاضرة لوحدها، ليه محاضرة خاصة بالمان باور، او نطلع منها المان باور هيستوجرام لوحده. ماشي، حلو الكلام. طيب دلوقتي بقى عايزين، دلوقتي لما هنا لما تيجي تتفرج عندك مفيش اي حاجة، مفيش اي ريسورسز عندك على الاكتيفيتيز بتاعتك، وزي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت مايل ستونز، هنا طالما انا معرف عندي الاكتيفيتي نوعه كمايل ستون ما بيقبلش ياخد ريسورس. حلو الكلام. طيب عايزين بقى ندخل الكوست بتاعت الانشطه، هنعملها ازاي؟ هنروح هنعرف ريسورس جديد، هنعرف ريسورس جديد، نخلي البرايس بير يونت بتاعه بيساوي واحد، واحد يعني ريال سعودي، ماشي، عشان ندخل بعد كده الاسعار اللي عندي في البي او كيو ك budgeted units. حلو الكلام. طيب خلينا كده نخش، هنعرف كوست، هنعرف سوري ريسورس جديد، ماشي، هنقول له نيو ريسورس، هنسميه ايه هنا؟ هنسميه مثلا عندي البي ار، سوري هنا عندي بيقول لك الاي دي بتاعه، هنقول له بي 6 ريسورس او برايس مثلا، ماشي، بي ار 6 برايس مثلا، خليهم كلهم كابيتال كده، ماشي. هنا بيقول لك الريسورس نيم، هنقول له بي ار بي 6 كورس برايس. حلو الكلام. هنا حطينا 6 مرتين نشيلها، ماشي، ونقول له نيكست. هنا هيقول لك اختار نوعها ايه، هنختار نوعها ماتيريال، ماتيريال لان احنا هندخل البادجت اللي موجوده في، هنختاره كماتيريال. تمام، قول له نيكست. بيقول لك البرايس بير يونت بتاعه هتخليه كام؟ زيرو لو احنا هندخل، كنا بنستخدم زيرو لو احنا هندخل عماله معدات كاعداد بس، لكن احنا عشان هندخل فلوس فاحنا هنخليه واحد، ماشي، عشان يبقى ريت عندي ثابت واحد، وادخل بعد كده الفلوس اللي موجوده عندي في البي او كيو كبادجتد يونتس، ماشي. الديفولت ديتيرمنتس بتاعته، الديفولت ديتيرمنتس على التايم 8، ماكسيمم على التايم 8 مش هتفرق معايا كتير، ماشي. نيكست، هنا برضو نيكست. اكزيستنج كالندر ولا كرييت ا نيو بيرسونال كالندر فور ذيس ريسورس؟ لا، هنقول للاكزيستنج كالندر. ايه هو الكالندر عندي؟ هختار نفس الكالندر اللي كان محمل على المشروع، او اي كالندر مش هتفرق معاك، لان احنا يعني مدخلينها ك يعني ريسورس مساعد دينا ان احنا نحمل عليه الفلوس بتاعت المشروع. نقول له اوتو كومبيوت اكشوالز، تمام، نيكست، فينش. حلو الكلام. ظهر معاك هنا، هنطلعه بره عشان يبقى ايه كده، يبقى ظاهر معانا، ونخليه فوق خالص عشان يبقى اول واحد معانا. تمام. طيب ننزل تحت كده نبص برضه على التفاصيل دي. هنا عندي ماتيريال اوتو كومبيوت اكشوال كالكوليت كوستس فروم يونتس، اتاكد ان الاثنين دول متعلم عليهم، كالكوليت كوستس فروم يونتس عشان احنا هندخل عندي الفلوس الموجوده في البي او كيو كبادجتد يونتس، بالتالي لازم اكون معلم على الاوبشن ده. حلو الكلام. يونتس برايسز عندك هنا واحد على اليونت، 8 على الداي، اوكي، ما عنديش اي مشاكل. تمام. نروح بقى عايزين نعمل اساين للريسورس ده على كل الانشطه اللي موجوده عندي في المشروع. عايزين نضيف بقى، عايزين نضيف بقى الريسورس اللي احنا دخلناه ده، نعمل له اساينينج على الاكتيفيتيز كلها. هنعملها ازاي؟ هتيجي من هنا على ريسورس اساينمنت، ماشي، بس خلينا الاول نضيف، نعمل بس اساين للريسورس لاكتيفيتي واحد، نحط عليه الريسورس اللي احنا كريتناه ده، ماشي، هقول لك ليه دلوقتي. هنحط البي ار، هنخصص عليه البي ار بي ار بي 6 كورس، ماشي، 8 على الدي. هنا دخل لك البادجت يونتس على طول ب 32 في واحد ب 32 ريال، ماشي، لان احنا هنا دخلنا الديفولت بتاعه 8 على الدي، اتضربهم في الديوريشن 4 32، ماشي، طلع لك اليونتس 32 في 1 ب 32 ريال، ماشي. هنقفل الشاشه دي كده، وهتروح على شاشه الريسورس اساينمنت، هتلاقي عندك هنا
الريسورس اللي انت دخلته وتحته الاكسكافيشن. عايزين نحط بقى باقي الاكتيفيتيز كلها. هنعملها ازاي؟ هنقف هنا ونقول له اد. ماشي، هو هنا انت بتاد ايه بقى؟ انت هنا بتاد اكتيفيتيز على الريسورس، بتعمل اساين للاكتيفيتيز على الريسورس ده. حلو الكلام. طيب انا هنا لو خدت من اول البروجكت ستارت لحد تحت، لحد اخر واحد بالشيفت كده، ماشي، وقلت له اد، هيقول لي إيه؟ غلط، هيديك ايرور. ليه؟ لان انا مختار معاهم مايلستونز. حلو الكلام. طيب انا هختار تاني، هقول له هنا اد، وهسيب المايلستونز خالص لفوق وابدا من الاكسكافيشن. الاكسكافيشن احنا خدناه معانا بالفعل، فهاخد من اول الباك فيلنج لحد تحت اخر واحد بالشيفت واختارهم كلهم واقول له اد. تمام، اداني ايرور تاني. طيب نقفل. معرفش فيرجن 23 يعني في مشاكل. انا حاولت اضيف الريسورس اساينمنت هنا من الايكون بتاعت الريسورس اساينمنت، بس عمال يديني ايرور. تمام، في دي هنعمل فيها ايه؟ هنحلها ازاي؟ يعني بص هنا مثلا لما تيجي هنا وتقول له اد، وبتروح مثلا هنا يعني تختار كل واحد لوحده، ماشي، ما بيعملش معاك مشكلة. طب لما تيجي تختار اكتر من واحد كده مثلا لحد هنا، ما عملش مشكلة برضه، سبحان الله. لما اخترتهم كلهم كان قبل البرنامج كان بيقفل. طب هنا كده برضه نفس الكلام، مش عارف يعني عشان كنا لما بنختارهم كلهم بيهنج ولا ايه، معرفش. من اول البلوك ورك كده خلينا ناخد لحد الاخر. بص عمل نفس الايرور. طيب احنا عشان نتفادى الايرور ده نعمل ايه؟ هنقول له اكزيت. ماشي، نفتح البرنامج تاني. ماشي، وهنضيفها عن طريق الاكسل، نشوف الاكسل اللي هيعمل معانا ايه. هنروح هنا نفتح البرنامج ونروح على الريسورس اسايمنت، هتلاقي فيه موجودين معاك كلهم، تعالى مريم كنترول ايه وتمسح. ماشي، بعد كده لما ترجع على الاكتيفيتيز هتقول له تولز ريكالكوليت اسايمنت كوست، تقول له ريكالكوليت. تمام، بعد كده تختار بقى فايل اكسبورت، وهتقول له سبريد شيت اكسل نيكست. ماشي، هتقول له اكتيفيتيز، لا نقول له ريسورس اسايمنت. ماشي، ريسورس اسايمنت اكسبورت. ماشي، هنا ريسورس، خلينا نبص على الريسورس دي، الاعمده اللي فيها عندك ريسورس اي دي، اكتيفيتي اي دي، اكتيفيتي ستاتس، رول اي دي، كوست اكونت. طيب كل ده ما عندناش مشاكل فيه، خلينا نشيل الستارت والفينش مش محتاجينهم، ريسورس تايب مش محتاجينه، كوست اكونت رول اي دي دول ما بيتشالوش، اكتيفيتي ستاتس برضو ما بيتشالش. يبقى عندك الاكتيفيتي اي دي والريسورس اي دي، بس خلينا نحط معاهم الاكتيفيتي نيم برضو عشان ما نضيفش الريسورس على ما نضيفش الريسورس على المايلستون فيعمل لنا ايرور تاني. تمام، في الاكتيفيتي نيم. كنترول اف اكتيفيتي نيم. ماشي، خلينا نجيب الاكتيفيتي نيم معانا هنا بعد. اوكي مش مشكلة، هنقول له اوكي. تمام، بس خلينا قبل ما نعمل الخطوة دي الاول نضيف الريسورس بتاعنا على واحد من الاكتيفيتي زي الاكسكافيشن مثلا، هنضيف عليه الريسورس بتاعنا عشان يظهر معانا في شيت الاكسل. تمام، احنا كده ضفنا هنا الريسورس على الاكتيفيتي ده الاكسكافيشن. هنروح بقى احنا ضفنا الاكتيفيتي، ضفنا الريسورس بتاعنا على الاكتيفيتي الاكسكافيشن، بعد كده نروح نعمل اكسبورت، مفيش اي مشكلة. تمام، ليه عملنا الخطوة دي؟ عشان يظهر معانا جوه فايل الاكسل، يظهر معانا الاي دي بتاع الريسورس اللي احنا ضفناه على الاكتيفيتي. تمام، سبريد شيت اكسل تقول له ريسورس اساينمنت. ماشي، اكسبورت نيكست، وهنا من هنا هتقول له موديفاي ريسورس اي دي واكتيفيتي اي دي، دول اهم حاجه، وعندك الاكتيفيتي نيم. ماشي اوكي، هنقول له نيكست، اختار مكانه فين مثلا. هتلاقي عندك الفايل هنا هتفتحه. ماشي، ظهر معاك هنا
الاكسكافيشن وواخد الريسورس اي دي ده، تمام؟ فانت هتعمل ايه بقى؟ هتجيب باقي الاكتيفيتي اي دي ازاي؟ طريقة حلوة جدا، هتروح هنا على البريمو، هتختار من بعد الاكسكافيشن كده لتحت بالشيفت كنترول سي، ماشي، وهتروح على فايل اكسل جديد كنترول في، ماشي. انا ليه عملت الخطوة دي؟ عشان ما نحطهمش في نفس الفايل ونبوظ الدنيا، تمام. هتروح بقى تاخد الاكتيفيتي اي دي عندك هنا، هتحط الاول فلتر عشان يبقى ظاهر معاك الاكتيفيتيز بس، تقول له هنا فلتر، ماشي، وتختار من هنا تشيل البلانكس، لان البلانك دي هو اللي بيبقى قصاده ال WBS، احنا عايزين الاكتيفيتيز بس، ماشي. هتاخد هنا من تحت برضو الاول، هتعمل كنترول اف عشان تشيل السبيس اللي بيبقى في اول الكلام هنا، تقول له دبل سبيس كده وتقول له ريبليس اول، حلو الكلام. وهتاخد من تحت كنترول شيفت سهم لتحت، دي اختارهم كلهم، كنترول شيفت سهم لتحت كده، ماشي، وتقول له الت كاف عشان يختار الحاجات اللي انت ظاهرها بس بدون الحاجات اللي انت عامل لها خفيها من الفلتر، وهتقول له كنترول سي، وهتروح على الفايل التاني اللي هو الاكتيفيتي ريسورس اساينمنت، ماشي، وهتحطه هنا في الاكتيفيتيز اي دي، حلو الكلام. وهتعمل دبل كليك كده عشان عندك الريسورس يبقى ظاهر على كل الاكتيفيتيز اللي معاك في المشروع، حلو الكلام. طيب خلينا بقى هنا كده، ما عملناش، مش لازم هنا الاكتيفيتي نيم والاكتيفيتي ستاتس، مش لازم نكملهم، فهنقفل ونقول له سيف، وهنقفل الفايل ده اللي احنا كمان ظهرناه ملوش اي لازمة، ماشي. وهنروح على البريمافيرا، هنقول له امبورت سبريد شيت، ماشي، هنختار مكان المشروع بتاعنا، كان فين؟ ديسكتوب، هنا مكانه، قول له نيكست، يقول لك ريسورس اساينمنت، هتقول له اوكي، ابديت اكزيستنج بروجكت، تمام، فينش. بيقول لك امبورت واز سكسسفول، يعني مفيش مشاكل في الامبورت بتاعنا. طيب خلينا نشوف كده، نقف كده على الاكتيفيتيز، بالتحت هتلاقي الريسورس موجود معاك، كل الاكتيفيتيز عندك الريسورس موجود معاك. فانت بتقف على الدبليو بي اس ما بيظهر لكش حاجه، لكن طول ما انت واقف على اكتيفيتي موجود معاك، حلو الكلام. تتاكد ان كل الاكتيفيتيز بتاعتك واخده نفس الريسورس. طبعا انا يعني اتعمدت اسيب حته الايرورز اللي حصلت دي، عشان انت اكيد هيقابلك ايرورز وانت شغال، فما رضيتش اشيلها عشان يعني ما يحسش ان انت عندك مشكله وانت شغال وكده، وارد يقابلك مشكله في الفيرجن بتاع البريمافيرا نفسه، وارد يحصل معاك ايرورز، فلازم تبقى عارف هتحل الايرورز دي ازاي، ماشي.